كنا مشاهدين متفقين نشوف كيف في مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق دواجين بالجملة في مدينة الدار البيضاء. الدجاج الرومي الحمد لله خير موجود، انتم كتشوفوا كاين الدجاج الرومي، كاين مارادونا، كاين جميع انواع الدجاج موجودة في هذا الصباح هنا في سوق الجملة للدواجين. وحتى الثمن بدا كيطيح عاوتاني. شوفوا شحال ديال الدجاج هذا الصباح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير لاباس الصحة؟ شكرا. كلشي مزيان؟ كلشي بخير. كنسلموا على جميع المغاربة في أرض الوطن وخارج الوطن. خويا اليوم بالنسبة للرومي، بالنسبة للرومي اليوم داير خويا 300 درهم. 300 درهم؟ 300. يعني الناس غادي ياخذوك 300 340 ريال. واخا أنا شري سيت شي كومسا كنمحناهم. قالك راك محنتينا ما عندك ما يدير. وأنا راه خدام. أنا راه ما باركش. وقالك أسيدي حنا محنا هاد الناس هادو. حنتوما بدوينش انا تنظن انا تنعمو تنعمو على 40 مليون نسمة، راه تنعمو لهذيك 1.0% في المغرب اللي دارهم هاد الحال، اما الناس راهم تنعرفهم حنا راه خدامين الله يسهل عليهم وما دارهمش الحال، الا شي ناس اخرين تيبغيو يبيعوا الدجاج عطاهم 5 درهم في الكيلو، قال لك حنا راه جاو الناس من هاد الجهة ديال عين السبع، قال لك حنا تنبيعوا على 90 كيلو 100 كيلو خاصنا نبيعوا 5 درهم وعندنا الكرا غالي بزاف. عندو كرغي بزاف الله يعاون، ولكن رخص شويه الثمن الا غتبيع حتى 90 كيلو ب 100 كيلو باش تبقى الامور غاديه مزيانه. دروك غادي هي هذيك باش غادي دير تبيع الدجاج ل 5 دراهم وحده السوق وبيع لهم الدجاج ل 5 دراهم وبغى حنا نشوف ديك الشهاده ديال الزور، حنا ما درناش الشهاده ديال الزور، كنقولوا داك الشيء اللي كاين بالضبط هذاك الشيء. الدجاج فين ما كان في الدار البيضاء كامله ولا فين الرباط ولا ما كان 340 ريال اليوم. 340 في الحانوت دوك الشفار النصابه ما عندناش معاهم حنا، كنقولوا داك الشيء اللي كاين، داكشي اللي كاين بالضبط هو اللي كاين، ما نزيدو عليه ما نقصو عليه. 340 الفيرما البارح دايره 270 280 هادوك الناس مساكن دايرين مولاي الفيرما تبي باغي نعاودو باغي ندير كريسيوم باغي ندير لهم رزقهم، هادو انا وليدي تيدورو تيقلبو انا باش يهرسو الناس وتيقلبو باش يضرو الناس، راه حشومه راه حشومه. دابا مولاي الفيرما مساكن تيخسرو دابا شاري كلشي غالي كلشي كاين غلا بزاف، وشحال خاصني نتعاونو معاهم باش نضروهم، راه ماشي انا تنقول المواطن غادي يعاونهم، المواطن تياخذ الدجاج باش ما كان السوق اللي كنقولوا ليه، حنا ماشي غنزيدوا ليه ولا نقصوا عليه، غنقول لي داك الشيء باش بعد السلامه غنوصلوا ليه، اما الناس انا وليت نهضروا ما كنت تدير بيا 10 رايه وديك السمسره اللي تيلاقوا الناس في الليل، انا وتسرق الفيرما كنت كذبوا على الناس وتطيحوا فيهم، راه فلان باع فلان باع بالقد القضيه راه كذبوا ما كنتش الشجره الصحيحه، هما اللي تيصبوا الهلاك الاقتصاد ديال الجيجيه ديال مولي الفيرمات، هما تيهلكوا فيهم. احنا ما بغيناش حنا ان الناس ديال مول الفيرمات يضروا، حيت الا ضروا لنا مول الفيرمات انا ما نضربش مول الفيرمات ولا انا بغينا ناخذ نستافد منهم، هذوك مول الفيرمات انا خدام الحمد لله ما خصني والو، طلب الله يسهل لنا عليهم ما باغي نضروهم، حنا الحمد لله راه خدامين راه تنجيبوا السلعه تندير واحد شويه الربح وتنبيعوا السلعه، ولا جات الخطيه الحمد لله فيها ما تضرش خطيه، الا جات راه تخصها شي 15 يوم وتجيب لها شويه النصيب، راه ماشي تبقى شي خطيه العام كله، حنا التجاريه بحالكم ولكن حنا تنقلعوش ما نضروش الناس اللي باغيين يضروا عموما. حنا هادو انا ما نضروهمش، حنا هادوك الكسابه اللي ضروا غيضر المغرب كله، وإلا مشاور على الكسابه غنمشيو، وهادوك الناس اللي تيتسخروا ما يضروش الناس، وهادوك الناس اللي تيديو من عندنا، تيجيو عند المارشي تحيي محمد تيدو الدجاجه الحمراء، وتيقول لي راه الدجاجه الحمراء انا الدجاجه الحمراء ماشي هي السوق ديالها طيح، السوق ديالها ما تيدورو السوق، وتيكثروا السلعه باش يهرسوا السوق، ماشي طحنوا مولي الفيرماس، حنا تنقولوا للمولي الفيرماس ردوا البال، وبيعوا بالقياس. وشد الثمن غتبيع سلعتك راه ما هادو غيديرو لك، ولا بقيت تصنتو ليهم غادي يعاودوكم ثاني الدرهم الكيلو ولا 40 ريال الكيلو، ما تصنتوش ليهم راك دابا الدجاجه الحمراء من 70 ريال حتى 11 درهم باش تتبع 70 ريال هي ديك اللي ما فيهاش اللي ما فيهاش الريش ما عندهاش الريش 70 ريال الكيلو والدجاجه المكسيه دايره 11 درهم بحال الدجاجه، هي نوريك انا الدجاجه كيفاش باش نوضحوا للناس بزاف الكسابه باش يفهموها بحال هذا هادي هي المكسية بحال البلدية بحال البلدية مكسية كلها فهمتيني هادي دايرة 11 درهم هنا 11 درهم دايرة هنا هي خدها ب 14 درهم 14 درهم 14 درهم ماشي ياخدها 14 درهم باش هو يصور شوية
وانت دوك المهم اللي كاين شي ناس تتسخروا من سوق الحوانت تيطحنوهم تيطحنوهم اللي عندك كذبوا عليهم تيقول لهم داك الميساج راه ما كاينش راه الكذوب راه هذاك منافس مع مولين الحمراء حنا منافس مع مولين الحمراء مولين الكحله انا تنبيع مشربيه وشري انا ما تنصوش مولين الحمراء ولا مولين الكحله دخلوا السوق خا دخلوا حتى القروض انا نبيعو معاهم الدجاج حنا ما عندناش المشكل نبيعو عشره ما تيجي راه حنا ماشي الله دينا فيها راه والدينا كانوا تيبشروا في جدودنا بيع وشرايا حنا ما عمرنا كنا انا تنديرو حنا ما كانوش تنديروش خدمه غير التجاره حنا الخدمه ديالنا هي التجاره وخا نقراو وخا نديرو اللي نديرو التجاره هي الاساس ديالنا وهو الدجاج بالدرهم تنديروش حاجه وتا نعرفو نبيعو نشرو ماشي حنا يلاه في الدجاج نخدمو فيه اي حاجه ندخلو اي حاجه نعرفو ليها ولكن حنا انا بالضبط ديالنا حنا جدودنا كانوا تيجيه وكانوا تيبيعو شرف البيض ومن 1927 ماشي اليوم وكان عاني بجدي ماشي شي واحد اللي كان مقاريش ولا واحد ما يعرف حتى حاجه ما يعرف راه غادي وصافي كان عاني في الفقه ان قاري قاري انه قاري التوحيد وقاري الفقه وقاري جميع القرايات قاريهم حنا ما تنصوش على هذا الشيء ولكن انا نوصل دوك الناس اللي باغيين يسحبونا حنا تنحتكروا ولا باغيين نظلموا الناس انا ما تنفرجوش انه راه جدودنا قاري جدودنا الله يرحمهم حنا كاينين الحمد لله ما خاصنا والو ولكن راه الطريقه ديال جوج مش غادي نخدموا لنا جوج وغادي نخدمين فيه ما نوضوش باش نضروا الناس نوض ندير كذب عليهم نقول الدجاجه من هنا يدير الحانوت يكذب على مول الحانوت ويدير مول الحانوت يشري واحد الثمن خيالي تيشري به الدجاجه وتيحطوا لي تيعاود يقول واش الثمن كاين تيولي هو تيكذب على الناس هو راه ما عارف والو والضحيه مول الحانوت مول الحانوت مش ضحيه مول الحانوت تيقول لي مول الناس تسخروا ليه والحانوت يعرف التليفون الناس ما تيجوش لنا الحوان السوق تيعرف التليفون تيقول لي الدجاج شحال داير تيقول لي داير 16 درهم هو واش تيدير تيبغي يدخل هذيك الدرهم ديالو تيجي ثاني ب 10 درهم مول الكرو تيقول لي شحال الدجاج داير تيقول لي انا سوق 15 لا لا صم معايا تيبقى تيبيع لي ب 15 درهم ولا هذا تيمشي يقول مول حمد خدنا ب 16 درهم مول حمد ما تيجيش لنا ما تيدير السميتو انا ما تعرف ما تعرفش عندهم اللي تيبيعوا لنا يقدر ما يعرفهمش تيبني على 16 درهم تيبني مسكين على 16 درهم وتيقول لك راه انا وحنا ضيعنا قلنا لي 340 بغينا نهرسوك خويا ما بغيتش نهرسوك جي للسوق شوف السلعه ديالك جي للسوق ما كاينش حابسكم راه الحمد لله كلشي موجود كاين ترونسبور كاين كلشي كاين جي للسوق وجي للسلعه البيبي 460 ريال اللي كاينه في البيبر 160 وكاين في الفكان الا هنا الا المارشي ما تيتحرك عندنا السوق شهر 9 انا دوك مال الطواب اللي كيكونوا يكسروا البيبي ما كاينينش واللي بغا يجيو خوتنا المغاربه يجيو عندنا يدخلوا المارشي مرحبا بهم السكره ديال الدار البيضاء مجموعه ولا محمديه الكاريج عندنا مرحبا بهم كنشوفوا مورا كالحاج هو مارادونا هذا هو مارادونا شحال داير الكيلو واحد مارادونا داير 10 درهم 10 درهم 10 درهم اللي دايرهم تبارك الله عشيك كيفاش 10 درهم يدير 10 درهم ماشي اليوم راه دايره شحال هذه واحد كدير 9 درهم طلعت 10 ولكن راه كانوا الناس تصيفط لها شي واحد الميساج ديال الكذوب تيكذبوا فيهم مش انا تنظن انه سالي تيكسب واما اللي تيصيفطوا لي من هنا راه تيبارك على الكذوب 10 درهم شحال ياخذوا الناس من عند مول الحانوت 12 درهم 12 درهم 12 درهم ولكن هذا الدجاجه ها الفروج هذا الفروج له الفروج شنو؟ الفروج بوحده في الثمن تيدير 14 درهم الكيلو الكيلو 13 درهم 14 درهم 16 درهم باش نوضحوني باش ما نخليهمش يقولوا مشاكل مع الناس والرومي راه داك الشيء كما قلت لك الرومي داير 15 15 درهم كاينه 17 درهم هي اللي كاينه في المغرب كله وكاينه الدجاجه الحمراء من 70 ريال حتى انا نقول لك الغدره هي السوبر ديال الدجاجه باش نوضحوا للناس شي فهموا تم البلد اخويا دار البارح 60 درهم 60 دار 11 160 60 درهم بحال اللي دار 68 بحال اللي دار تقريبا ديك 1140 1160 اللي تبعوا والاخر انا شي حاجه طلعت ب 60 درهم شحال ياخذوه؟ ياخذوا ب 65 درهم 65 66 بارك عليهم الله يجعل شي بركه ويخلوا الناس فين يدوروا باش ما نضروا حتى شي واحد هذا هو اللي حنا نقلبوا حنا واش حنا علاش نبغوا نوصلوا لهاد الناس هذا واش انه باش الناس تقول الناس ما تضروش حنا ما تنقلبوا دابا باش نقلبوا حنا راه حنا انا حنا دوك الناس المواطنين حنا خوتنا وحبابنا دوك الدراويش راه ماشي باغي نضروهم ولكن امر ماشي هما اللي غاديين يستافدوا راه تيستافدوا شي وحدين اخرين باش هذوك المواطن داك اللي تيكون يشوف انه تيبغي يعرف انه الدجاج بشحال حنا راه ما تنوضوش باش نضروك ولكن حنا خاصنا نمشيو انه ما نضرو حتى شي واحد ما نقيسو ما نقيسو المواطن ما تنقيسو الكسب والكسب راه هو الاقتصاد ديال البلاد راه هو الان الماده الاساسيه اللي تيوصلها لنا المنتوج الاساسي اللي تيوصل للمواطن المغاربه كلهم احنا راه ماشي ضدنا هذاك راه خونا وحبيبنا وداك المواطن تاورا منا راه ما نقدروش ندوزو ما نقدروش نفوتو ولكن حنا باش نبداو نهضروا هذو ونوصل لكم هاد الثمانات باش دوك دوك النصابين ما يدوش لكم رزقكم هذا هو علاش دابا زيد واحد الصفقه ديال الفلوس وراه تيتشكاو الناس بزاف تيقول لك اودي تزيد تيدير لنا الثمن تيوحد لنا انا مثلا واحد الثمن راه كاين الدوله توحدوا ولكن حنا غير تنذكروا الناس من باب التذكير ماشي هو تنقول لهم حنا نوضوا راه ولكن راه كون جيت انا جيت القانون راه غادي حاجه اخرى
شي الانوار شرا ماشي الله بدا انا الاسعار ديال الثمانات الثمانات راه كنت نعقل عليهم في 95 96 97 ملي كان مديرنا واحد المدير الله يرحمه راه كان تسمى ذكوري عندنا حنا في العمل ديال بقدر الرسغي ورت نجي نسمع فيه كانت هو ديال الثمانات تيصيفط من العمل ورت في الدور في المغرب كله ما عندوش كنقول للناس انا نقول للناس داكشي اللي كاين باش هما يفهموا انا واحد الوضعيه ديال الكسابه راه خاصهم ما يضروش وحتى المواطن خاصهم ما يضروش وانا عاملي عاد ولا عندنا راسو ان الطبيب تيجي الجوده راسو ما كاينش انا حنا نتحمل المسؤوليه كلها اللي يديرك شي واحد يكذب علينا يقول لنا كذا ولا يديروا شي حاجه ما كاينش حتى اللي حنا رجعوا انا شي ناس وقالوا لي دير شي ناس ما بلا ما ندخل لديك التفاصيل تيعرفوا المغاربه هما الاولين اللي نهضروا فيها حنا الناس العمليحه كلها مراقبه كلها بالطبيب كلها ناضيه كل شيء كاين لا في الفيرما لا في اي ضيعه لا في اي بلاصه اللي بغاو يتهموا شي اقتصاد المارشي الجاج راه مشطب ناضي بالطبيب بالشركه اللي ديال النطويات كل شيء كاين ما كاينش حاجه اللي كاينه بالضوء بالطبيب بالامانه بكل شيء اللي كنشكروا سعاده العامر السي المعاون لانه حاضر الجهه ديالنا والرئيسه ديالنا لانوفيسا اللي تتابع الجهه حتى هي تتراقب تتسول وتتبحث انه لو كان شي حاجه تتحيد ما عندناش مشكل انا تقريبا خدمت في الجهه 23 سنه انا في هذا المارش عمر شي حاجه ديال المرض ما كتعطينا في السوق ما عندناش على شي دجاج سميتها المريض يقولك كتقول لي الله على التجاره ديالنا يقولك كتقول لي غير صندوق السر الخير موجود والجوده كاينه الجوده كاينه والخير موجود ويجي الان طبيب اي طبيب يجي حنا ما عندناش مكركين لانصا في المغرب ماشي عندنا شغل راه عندنا في لانصا اللي تابع الجهه حنا الجوله ما تجيش للسوق راه انا نموت نقول المهم راه كنطبوا شغلوا معايا داك التنسيق بيناتهم الا كان الطب انا راه تيصيفطوا ليهم حنا الحمد لله عندنا صلاه ناضيه ما كاينش عندنا شي مشكل في الحمراء ولا في الدجاجه ولا في لا في رومي ولا في بلدي ولا في ما عندناش شي مشكل عندنا حنا في السوق يا كور مرحبا به جا عندنا السوق اخويا حنا نتحملوا مسؤوليه انا نمشي هاد الناس خدامين هاد انا نمشي فيهم الحبسه كانت شي حاجه خايبه من منوعه وما نسكتوش عليها راه تكون شي حاجه خايبه ما نسكتوش حتى غادي نسكتوا ولا شي حد غايجي يقول لنا كذا ولا انا ما نعرفوش على داكشي ما نعرفوا داكشي اللي كاين ولا ما كايناش ما كايناش هذا هو الكلام ديالنا بالضبط وما نزيدو ما نقصو فيه كلمه اخيره الله ينصر سيدنا محمد السادس الله ينصرو ويحفظو لينا ويكفى عمرو ويبارك لي في الصحيحه ويعطيه ما تمنى ويحفظ لي الشعب المغربي كله في ارض الوطن خارج الوطن ملكنا زين والله يحفظو لينا ويسر ليه ما بغى في خاطره هذا اللي تنبغيو ومولاي رشيد الله يحفظه والله ينصرو ومولاي الحسن الله يحفظه لينا ولاله خديجه شريفيه والله يحفظ جميع المغاربه كلهم والتامر غيبقى يوصل لكم كلنا هذا الوقت يحب من يحب ويكره من يكره راه واخا نموت غنوصل لكم هما راه ما باغيني باش ما نوصلش باش نكذب انا راه والله ما نكذب واخا يكون نموت حتى هو لا مت راه ما غيحيدوش روحي عدوا ليا في الدنيا غطلع عند الله سبحانه وغنكون في شي حاجه احسن من هنا اما الشياطين حنا ما تيهموناش باغي نهرسوا السوق وانا نهرسوا الحمراء ويدقدقوا حنا ما تيهموناش هادو حنا يهرسوا ولا ما يهرسوش حنا راه تنبيعوا نشرو يوميا خدامين كل نهار ما كاينش حتى شي مشكل والله ينصر سيدنا والله نطول تنشكر الدراك الملكي كله والامن الوطني في المغرب كله وجميع خوتنا والوقايه المدنيه وجميع الافراد اللي تتكون من الحكومه حنا تنحترمهم والله يخليهم لينا وما عندناش شي مشكل معاهم وبلادنا هذه واللي جاي يدخل عندنا البلاد من الفوكس مرحبا به الناس البرانيين مرحبا بهم في بلادنا ما كاينش حنا الحمد لله والمغاربه راهم مزيانين ودار الكرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اذا كيف تابعتم معنا مشاهدينا الكرام من قلب سوق الدواجن بالجمله الاثمنه هي هذه 15 درهم هنا 340 بالنسبه للدجاج الرومي الدجاج ديال مارادونا اللي كتشوفوا امامكم هذا الفروج الثمن ديالو 13 درهم غتاخذوه ب 15 16 درهم من عند مول الحانوت اما الدجاجه ب 10 درهم تاخذوها ب 12 13 درهم هذيك دجاج الكروازي المغطيه دايره 12 درهم غتاخذوها ب 15 درهم عند مول الدجاج بيبي داير 460 ريال البلدي داير 60 58 غادي تاخذوه ب 65 درهم ديال الثمنه ديال الدجاج الرومي مره اخرى كناكدوا بانه ب 15 درهم هنا غتاخذوه ب 340 ريال عند مول الحامل شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه دمتم في رعايه الله قبل ما نسالم هذا المباشر نخليكم تشوفوا هذا الجمال سبحان الله العظيم شوفوا الفروج كثير سبحان الله